السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم نوابض لغوية. Aujourd'hui, je vais présenter un troisième sujet. Bien sûr, c'est un sujet de production écrite. أقرأ le sujet أولا. Sujet, certains professeurs affirment aujourd'hui nos élèves n'accordent, ça veut dire ne donnent plus une grande importance à la lecture. بعض الأساتذة يقولون في وقتنا الحاضر التلاميذ ما كيعطيوش واحد الأهمية كبيرة للمطالعة. Pourquoi à votre avis les élèves lisent de moins en moins؟ علاش بالنسبة يعني السؤال موجه لك أنت، علاش التلاميذ حاليا كيقراو ما كيقراوش بزاف؟ داكور. كيل سوليسيون بروبوزيفو بور لي زونكوراجي ا ليغ؟ وهنا كيسولوكم على الحلول، شنو هي الحلول الممكنه باش نشجعوا التلاميذ انهم يقراو، يعني يوليو كيقراو وكيطالعوا وكيقلبوا في الكتب. داكور. الوغ افون دو باسي ا لا ريداكسيون، ارتأيت انني نحاول نبسط الطريقه ديال لا برودكسيون اكريت، ما نجيش ونبقى نكتب مباشره، يعني نديرو جوج حصص. الحصه الاولى سي اون سيونس دو بريباراسيون، اي لا دوزيام سيونس سي اون سيونس دو ريداكسيون، الاولى ديال التحضير والثانيه ديال الانجاز. الوغ انتبهوا معايا، عندي هذا الجدول، عندنا ici لو فينومين، parce que le sujet ici parle d'un phénomène, lequel le manque d'intérêt pour la lecture. يعني التلاميذ، bien sûr كنهضر على التلاميذ، ما بقاوش كيهتموا بالمطالعة. الوغ واحد الطريقة بقيت كنقلب زعما في شي طرق اللي نقدر نساعدكم بها، لقيت هذه الطريقة هذه كتبان لي تريز امبورطونت. الوغ شنو كنشد مثلا واحد ان فينومين، ولا الا كان عندي مثلا ان كومبورتمون كيلكونك اللي ما كيرقاش انه يكون ظاهره، مثلا ان كومبورتمون، وكنقلب على لي زانترفونون بوتونسييل، يعني شكون هما الجهات المتدخله. ملي كنكون الجهات يعني يقدر تكون الدوله، يقدر يكونوا لي زيليف، لي بارون، يقدر الدين، لا ريليجيون، لا لوا. في هذا لو سوجي اللي عندنا عندي بعض المتدخلين انترفونون بوتونسييل اللي ممكن يتدخلوا في هذا الموضوع، اللي هما لي زيليف، لي بارون الاباء، لي بروفيسور، اسوسياسيون دو بارون ديليف جمعيه اباء واولياء التلاميذ، لي زيتابليسمون سكولير المؤسسات الدراسيه المدرسيه بليتو، ليتا افيك او ماجيسكول الدوله، لي ميديا الصحافه، لي ريزو سوسيو، اي اونفان لا سوسيتي المجتمع بصفه عامه. دونك هاد المتدخلين هادو ممكن نلقاو فيهم، نقلبوا فيهم وغنلقاو فيهم لا كوز او لي سوليسيون او بيان لي دو. ولكن انا شنو غندير؟ عندي واحد المجموعه ديال لي زانترفونون بوتونسييل، ما غاديش ناخذهم كاملين ونديرهم في لي كوز، او ناخذهم كاملين ونديرهم في لي سوليسيون. إلا كان مثلا عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9، يقدر مثلا هاد لي 9 هادو نقسمهم، ندير 3 هنا 3 هنا و لو غيست بلاش، يقدر نجي ندير جوج هنا 4 هنا، سا ديبو على حساب داكشي اللي بغيت نكتب انايا. بيان باغ اكزومبل الا خدينا لي كوز، لاحظوا هاد اللون الازرق، انا خديت لي بارون، بغيت نقلب على لي كوز في هاد المتدخل. ما معنى متدخل؟ يعني يهمه، يعني كيهمه هاد، ممكن نقولوا دور في هاد الظاهره كسبب. مثلا غنقول لي بارون، انا غنجمع هنا لي بارون اي لي بروفيسور، لي بارون اي لي بروفيسور نو دون با ليكزامبل، ما كيعطيوش القدوه. مزيان، ابري ان شاء الله في لا سيونس بروشين عاد غادي ندوزو لا ريداكسيون ونوريكم كيفاش غنفصلوا في هاد لي زارغيمون. بالنسبه لي كوز دائما اسباب،
les réseaux sociaux s'intéressent plutôt à tout ce qui est médiocre. Ah, il y a les réseaux sociaux bazrak. Ana عجبني انني ندير لي بارون لي بروفيسور لي ريزو سوسيو لا سوسيتي هادو بغيت نديرهم في لي كوز، راه ممكن نديرهم في لي سوليسيون ولا فيهم بجوج سي كلير. نعاود لي ريزو سوسيو سانتيريس بليتو ا تو سو كي ميديوكر. لي ريزو سوسيو كتهتم خاصة بالتفاهة لا ميديوكريتي بيان تو سو كي ميديوكر بيان. ندوز لا سوسيتي ماروكان. La société marocaine valorise, ah, il y a la société marocaine valorise ceux qui ont de l'argent. الناس اللي لاباس عليهم، المجتمع المغربي الناس اللي ما كيعطيو لا فالور، الناس اللي لاباس عليهم اللي عندهم لارجون، لي فوتبالور داكور. دابا الا وليتي سكوت تولي معروف، تولي عندك اون سيغتان فالور او بيان اون فالور سيغتان، يعني واحد داكور، خصك تكون فوتبالور، شونتور، اكتور، اتسيتيرا. الناس المجتمع المغربي ما بقاش كيعطي لا فالور للناس اللي قاريين وعندهم دبلومات اتسيتيرا اتسيتيرا. كلير. ملي ما كنقول ما بقاوش، ماشي سا فو دير ان هاد لا فالور ما كايناش اون فوا بور توت، مي قلت هاد لا فالور. من بعد ان شاء الله غنفصلوا في هاد الشيء. نمشي دابا لي سوليسيون. لي سوليسيون انا اختاريت هاد المتدخل اسوسياسيون دو بارون ديليف، جمعيه الاباء. Je vais dire, les associations de parents d'élèves et les établissements scolaires devraient sensibiliser les élèves. Khassom et Hassou, les élèves. Bien sûr, quant à l'importance de la lecture. Inch'Allah, on va se faire chier là. Maintenant, on va parler de l'État. Doula. Je ne sais pas si dire Doula. L'État serait appelé à donner plus d'espace à la culture sur les médias. الدولة خاصها تعطي وقت أكثر، مساحة أكبر للبرامج الثقافية في الإذاعة والراديو إتسيتيرا. داكور بيان. ألوغ باش فاش غن هنايا عندي كيلكو زيكسبريسيون اللي ممكن نستعملهم في بداية الفقرات، دون لو ديبي دي باراغراف. داكور، فاش غنجي نهضر على لي كوز باش غنبدا، وفاش غنجي نهضر على لي سوليسيون باش غنبدا. D'accord. Alors, pour ce qui est des causes, oui, les causes, on va maintenant le paragraphe qui parle des causes après l'introduction. On va voir en gros pour ce qui est des causes de. On va voir là dans la théorie, on continue. D'accord. Fi ma yakhoss les asbab dial théorie moyenne. Ou, on choisit. En ce qui concerne les causes de, fi ma yakhoss hamhal. Quant aux causes de. فيما يخص لا ميم شوز، هادوك يعني ولا نفس الشيء. داكور، هاد لي تخوا ايسي عاوتاني لا ميم شوز بوغ لي سوليسيون. يقدر نبدا اول باراغراف كيهضر على لي سوليسيون، نبدا نقول بوغ سو كي دي سوليسيون دو باغ اكزومبل، بوغ سو كي دي سوليسيون دي فينومين اكس او بيان ايغريك. داكور، اون سو كي كونسيرن لي سوليسيون دو، كونت سوليسيون دو. Ou bien, par exemple, quand on a le manque d'intérêt pour la lecture, يعني قلة الاهتمام بالمطالعة وبالكتب، نقدر نقول ديجا هذه راه عندي هنا في لو سوجي، خديتها غير من هنا ها هي. سو الوغ جو دي بور انكوراجي لي زيليف اليغ، باش نشجعو التلامذ انهم يقراو خاصنا نديرو هادي وهادي وهادي. دابا نشوف هادشي ان شاء الله ديجا شفناه، ولكن غنولي نكتبها هو هنا لي سوليسيون. Ou bien pour faire face à ce fléau, باش نواجهو هاد الظاهرة، باسكو اون دي فليو أو بيان فينومين. بيان، هذا فيما يخص كونسيرنون لو ديبي دي باراغراف. بالنسبة أ لانتيريور دي باراغراف، يقدر غادي نستعمل عاوتاني دوطخ زيكسبريسيون، داكور، كونسيرنون لي كوز إي لي سوليسيون. هادشي غنشوفو إن شاء الله في الحصة المقبلة. فاش غادي نكتبوا النص ديالنا لوسكون فا ريديجي لو تيكست بيان سور سولون ان بلون اناليتيك. علاش اناليتيك؟ لان باينه كتعرفوا هذا الشيء. اون فو دوموند دو بريسيزي لي كوز اي لي سوليسيون دو كوا دو مانك دانتيغي بور لا ليكتور. فوالا، الى هنا تنتهي الحصه ديال اليوم.
نتلاقاو ان شاء الله في الحصه المقبله بور ريديجي نوتر تيكست. فو جو فو بروبوز، كنقترح عليكم انكم تحاولوا تكتبوا تيكست سولون ان تيكست ارغيمونتاتيف سولون ان بلون اناليتيك، وتحاولوا تجمعوا هذه العناصر بهذه الطريقه اللي قلت لكم انا. سي كلير، كما قلت لكم ونعاود، ليس هناك منهجيات جاهزه. داكور، انا كنحاول ما امكن نبسط لكم الطريقه ديال الكتابه، وانتم ما عليكم الا تكتبوا وتعلموا وتكتبوا. شحال ما بديت كتكتب وكتقرا لي سوجي كيولي عندك ان فوكابولير اللي تقدر ان شاء الله النهار الجهوي تقدر تكتب ان تكست كويفون اي كويزيف. Au revoir.